أخبار اليوم. فنادق كبيرة بيبقى فيه حفلات وأفراح، بيبقى فيها أكل كتير في البوفيه زي ما بتشوفي يعني. بيفضل بواقي أكل من الناس دي، لو إحنا مثلا جمعنا الأكل ده وديناه للناس الفقراء اللي مش لاقية تاكل، إيه رأيك في الموضوع؟ طب يبقى أحسن والله، لأن في ناس مش لاقية خالص، مش لاقيين خالص. شايفة إن الناس هترضى بحاجة زي كده؟ أنا ليا إخواتي يوتا ما بيناموا من غير عشاء، مش هتصدق حضرتك يعني، والله العظيم في البساتين. ابويا ومرات ابويا ماتوا، ومن ساعتها حتى الشؤون ضدهم، ما بيدهمش حاجه، ومعاه معهد فن تجاري. طبعا طالما الناس هتفرقوا بنت ليه ويبقى صحته حلوه ما يبقوش فيه اذى للناس هتاكله، ده بدل ما الناس مش لاقيه، على الاقل يبقى الناس يبقى عامل حاجه مع ربنا كويسه. واخد بالك؟ ده انا جايب خصايه دلوقتي بيقول لي ب 2 جنيه، واخد بالك؟ طب خصايه ب 2 جنيه هتجيبي فول بكام؟ وهتجيبي اكل بكام؟ وهتعملي بكام؟ والله في ناس بتفرق هنا ما بيدوني حاجه. فكره حلوه يعني لو جمعت ياخدوا هنا كل حاجه. اي حد ناس غريبه، وفي ناس في امبابا بياخدوه يبيعوه. لا في ناس غريبه برضه كتير هنا، كتير قوي. موضوع كويس، وفي ناس كتير قوي غلابه، كتير يعني محتاجه الاكل. محتاجه الاكل ده، ومحتاجه اي حاجه. في ناس كتير غلابه. يا ريت ده ناس حتى في البشوات، الناس المبسوطه اللي في البيوت غير الفنادق، ما شاء الله عندهم الفلوس ولا ملهاش قيمه بالنسبه للناس، الناس المبسوطه يعني. وبالنسبه للفنادق يا ريت الناس غلابه كتير قوي، بس بالنسبه للفلوس بتاعتنا يعني. في الفنادق الكبرى بتلاقي في حفلات وافراح، بيبقى عاملينها ناس اغنياء يعني، في اكل بيبقى فاضل كتير منهم. الاكل ده ايه رايك لو عملنا فكره ان احنا نعمل بيه مائده للفقراء، ناس غالبا مش لاقيه تاكل بيه؟ ده يبقى كويس جدا لو حد فكر يعمل كده، لان ده بيترمي كميه جامده في الفنادق وفي كل حاجه يعني. يوم زي شم النسيم ده حضرتك، انا ببقى موجود في شغل هناك في فنادق كده، ببص الاقي حاجات مرميه كميه كبيره جدا، بتاع 2-3 طن مرمي من الفسيخ والحاجات دي بيترمي. والله الواحد بيحزن لما بيروح الاماكن ديت وبيشوف كميات الاكل ديت. في ناس غلابه بتبات من غير عشاء، بمعنى كلمه ان هي بتبات من غير عشاء، هي فعلا بتبات من غير عشاء، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد يبات من غير عشاء. فانا بناشد اي حد يكون عامل فرح، عامل مؤتمر، عامل اي حاجه في فندق، في قاعة، في أي مكان، إن الأكل دوت يوصل للناس اللي تستحق، إن هي محتاجة فعلا، مش بعد ما يكلفوا الأكل بالمبالغ الجامدة ديت يترمي في الزبالة، ويترمي مع الأزايز الفاضية ومع علب الكنز والحاجات ديت، الأكل بنشوفه مرمي فعلا.